الهدف الرابع أن يذكر الطالب سياسة إيران في الأحواز. طلاب، هذا إقليم الأحواز اللي اسمه إقليم عربستان. هذا الإقليم إدارياً وجغرافياً يتبع للعراق، يتبع للعراق، لكن تم احتلاله من قبل إيران. هذا الإقليم عربستان باللون الأخضر يتبع إدارياً للعراق، يتبع إدارياً للعراق وجغرافياً. يشكل إقليم الأحواز مع العراق وحدة جغرافية وطبيعية وتاريخية. وفي مطلع القرن العشرين تولى الشيخ خزعل المحيسن حكم الإقليم واتخذ من المحمرة عاصمة له. بريطانيا سعت لتوقيع اتفاق عام 1920 يسمح لها باستخدام جزيرة عبدان لبناء مصفات لتكرير البترول، ثم سعت للتخلص منه، تمام، خوفا من الوصول إلى عرش العراق. في عربستان عملت بريطانيا على بناء مصفات وأرفعت من شأن الشيخ. هنا خافت بريطانيا منه أنه يوصل لعرش العراق، فسعت للتخلص منه، والتقت علاقتها مع إيران في أثناء حكم الشاه وساندتها في احتلال الإقليم عام 1925. يعني بريطانيا هي التي ساعدت إيران على احتلال إقليم الموصل، عفوا إقليم عربستان. إيران بعد احتلال هذا الإقليم عملت على تجزئة الإقليم ومحاربة اللغة العربية ومحو الطابع العربي الذي يتصف بها الإقليم، واتبعت أسلوب الاضطهاد والتصفية بحق المواطنين العرب، وأيضا لاحقت الأحرار في هذا الإقليم. اذكر سياسة بريطانيا في إقليم الأحواز، أفضل اذكر سياسة إيران في إقليم الأحواز يا أنس نايل. السلام عليكم. تجزئة الإقليم، محاربة اللغة العربية، محو الطابع العربي، اتبعت أسلوب الاضطهاد والتصفية بحق المواطنين، قامت بملاحقة الأحرار. تمام. طبعاً عملت إيران على تجزئة الإقليم ومحاربة اللغة العربية ومحو الطابع العربي، واتبعت أسلوب الاضطهاد والتصفية بحق المواطنين، وقامت بملاحقة الأحرار. سؤال لحذيفة عبد المنعم، ما موقف الوصي على العرش من إصلاحات الكيلاني عام 1941؟ لم يستطع الوصي على العرش مجابهة هذه القوة، ففر إلى الأردن واستنجد بالقوات البريطانية التي أعادته إلى الحكم. تمام. طبعا الوصي على العرش ما حسن أن يواجه هذه الإصلاحات بقيادة الكيلاني، ففر إلى الأردن واستنجد بالقوات البريطانية، والقوات البريطانية أعادته إلى حكم العراق. وبهذا يكون قد انتهينا من درس العراق منذ الحرب العالمية الثانية حتى الوقت الحاضر.